تصميم وإنتاج رسالة إعلامية مفيدة حول القضايا الصحية، الإنفلونزا الموسمية، كورونا. السلام عليكم، أريد اليوم متطوعين لعمل رسالة توعوية عن فيروس الإنفلونزا الموسمية أو كورونا. أريدها رسالة مبتكرة. أنا يا أستاذ سأخذ الكورونا. لنتابع معا ماذا أعد لنا سعد. لقد جعلت رسالة التوعوية على شكل فيلم كرتوني بمساعدة الأصدقاء. كورونا من الفيروسات الجديدة التي ظهرت مؤخرا. فيروس كورونا يمكن أن يتسبب في مجموعة من الاعتلالات في البشر تتراوح ما بين نزلة البرد العادية وبين المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة. ما هي أعراض فيروس كورونا؟ حمى، احتقان في الأنف والحلق، سعال، ضيق في التنفس، إسهال وقيء في بعض الحالات. ويجب الذهاب للطبيب عند ظهور أي أعراض شبيهة بالإنفلونزا. وكيف ينتقل الفيروس؟ الاختلاط المباشر بالمصابين، الرذاذ المتطاير من المريض أثناء السعال والعطس، لمس أدوات المريض ثم لمس الفم أو الأنف أو العين، مع احتمال انتقاله عن طريق الجمال. ما هي طرق الوقاية من فيروس كورونا؟ تجنب ملامسة العينين والأنف والفم بيدك قدر المستطاع. تجنب التقبيل والمعانقة عند السلام. الابتعاد عن الأماكن المزدحمة وتجنب المزارع والحيوانات. غسل اليدين بالماء والصابون باستمرار. استخدام المنديل عند السعال أو العطس. لبس الكمام عند مخالطة المصابين بأمراض تنفسية وفي الأماكن المزدحمة. مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة من الأمراض، وشكراً لحسن الاستماع. هذه الرسائل الإعلامية ناجحة جداً، وأتمنى أن يكون الجميع قد استفاد منها.